وعقد محافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة بمواجهة كورونا دكتور المهندس عمار جبر خليل مؤتمرا صحفيا أوضح فيه القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الذي عقدته الخلية لمناقشة آخر التطورات والإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة. هذا اليوم عقدت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين لمكافحة وباء كورونا اجتماعها الرابع، وكان هذا الاجتماع مهم بعد حظر التجوال الشامل الذي فرض يوم أمس لتقييم الحالة ولاتخاذ الإجراءات اللازمة. القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع اليوم بعد مداولات مع كل الجهات الموجودة في خلية الأزمة من القيادات الأمنية، مديرية الصحة، الأجهزة الأمنية، الأخوان في الحشد الشعبي، كل القيادات هي موجودة، وكانت القرارات كالآتي: أولاً، تم الاتفاق على غلق منافذ المحافظة بالدعامات الكونكريتية على أن تكون هنالك رافعة تفتح الطريق بأمر ورسالة حركة من عمليات صلاح الدين أو عمليات سامرة بعد موافقة رئاسة خلية الأزمة على دخول أو خروج المعني بهذه الحركة. ثانيا، يتم استقبال العسكريين في سيطرة في جنوب المحافظة. هذه السيطرة سيكون فيها فحص حسب توجيهات المراجع، أنه يكون يوم 31 حركة ويوم 16 حركة، وراح نوفر هذه هناك مركز للعزل بشكل أولي ومركز للاستقبال العسكريين القادمين من الجهتين. تم الاتفاق على أن يكون هنالك ضابط مسؤول عن السيطرات المنافذ المحافظة، وهذا الضابط له بديل واحد ويرتبط بقائد العمليات الذي يرتبط برئاسة خلية الأزمة. بالتالي سيكون القرار موحد وليس هنالك خروقات. تم الاتفاق على أن تبقى عملية حظر التجوال بين الأقضية بالكامل المطلق، ماكو أي حركة بين الأقضية. تكون عملية التبضع بالنسبة للمواطنين راجلة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا فقط، بعد ذلك يحاسب أي مخالف، وتكون الحركة راجلا. السيارات والمركبات الأخرى لا تتحرك إلا وفق الاستثناءات الموجودة. كذلك تم الاتفاق على البدء بإجراءات مستشفى العزل الصحي في سامراء التي تقدم بها قسم من المواطنين من أهالي سامراء ومختلف محافظة صلاح الدين. أيضا تم الاتفاق على أن يكون هنالك مراكز عزل للقوات الأمنية لكي تستوعب الأعداد الموجودة للحالات المشتبه بها لحد الآن. المحافظة لهذه اللحظة هي خالية إن شاء الله، وستبقى خالية بجهود الجميع من القوات الأمنية، قيادات العمليات والإخوان في الأجهزة الأمنية ودائرة الصحة وقيادة الشرطة والحشد الشعبي، الكل متعاونين ويعملون فريق واحد منسجم للحفاظ على هذا الإنجاز الكبير.